السلام عليكم تلاميذي الأعزاء. ده الآن غنمر لتصحيح المراقبة الثانية بالنسبة للدورة الثانية من مادة النشاط العلمي المستوى الرابع ابتدائي. نمر للسؤال الأول: أحيط بخط مغلق السلوكيات التي تعتبر إيجابية. إذا غنحيط بواحد الخط مغلق على السلوكيات الإيجابية. رمي النفايات في الشاطئ، إذن هل هو سلوك إيجابي؟ إذن لا، فهو سلوك سلبي، بالتالي لا يجب أن نرمي النفايات في الشاطئ لكي لا يتلوث الشاطئ. نمر ثانيا: استعمال القفة بدلا من الأكياس البلاستيكية، إذن فهو سلوك إيجابي. نعم، لأن استعمال القفة بدل الأكياس البلاستيكية مثلا في اقتناء بعض المواد الغذائية كتخليك تحمينا من تلوث البيئة، إذن فهو سلوك إيجابي. إذن غنحيطو بخط مغلق على استعمال القفة. إتلاف الأشجار، إذن إتلاف الأشجار هل هو سلوك إيجابي؟ إذن لا، فهو سلوك سلبي. رمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، نعم، إذن سلوك إيجابي، غنحيطو بخط مغلق. نمر السؤال الثاني: موارد الأرض الطبيعية نوعان. كنا شفنا في الدرس موارد متجددة وموارد غير متجددة. هنا السؤال شنو طلبت؟ أذكر ثلاث موارد غير متجددة. إذا غنذكروا ثلاث موارد غير متجددة. إذا كنا شفنا الفوسفات، النفط، والفحم الحجري. غنمر السؤال رقم ثلاثة: أتمم الجدول بما يناسب الحرارة، البرودة، تبخر، تكاتف، تجمد، والانصهار. إذن هنا عندنا تحول الماء من سائل إلى صلب. حدث التحول بفعل ماذا من سائل إلى صلب؟ إذن كان عندنا ماء سائل وأصبح صلب. إذن التحول بسبب ماذا؟ بسبب البرودة. تسمية التحول التجمد. مثلا خديت واحد الماء مثلا وضعته في الثلاجة، الثلاجة شنو كتكون؟ باردة، بالتالي هذيك درجة الانخفاض اللي كتب في الثلاجة كتخلي أن يتحول الى صلب، يعني خاص تكون درجه منخفضه جدا. اذا من صلب الى سائل، حدث تحول بفعل حراره، اذا كان صلب واصبح سائل بفعل حراره. تسميه التحول، اذا انصهار. من سائل الى غاز ايضا بفعل الحراره. تسميه التحول التبخر. نمر للسؤال رقم أربعة: اذكر اطوار القمر. إذن هنا أطوار القمر كنا شفناهم في الدرس، كنت عطيناهم بالترتيب. أنا فقط قلت لكم غير أذكر أطوار القمر فقط. إذن لرجعتوا للصفحة 80 غنوجدوا أطوار القمر. إذن عندنا الهلال، ثم أتوضعوا هلال، محاق، قمر محدب متعاظم، الربع الأخير، هلال متضائل، بدر الربع الأول، قمر محدب متضائل. إذن راه كنا شفنا في الدرس ديال أوجه القمر صفحة 80. غنمر للسؤال رقم خمسة: أتمم فراغ بما يناسب. بالنسبة للنصف الشمالي من الكرة الأرضية، 21 مارس هو أول يوم من فصل ماذا؟ إذا نعلم أن في النصف الشمالي أو من 21 مارس هو أول يوم من فصل الربيع. وإلا رجعنا للدرس، غترجعوا الجدول اللي عندكم في الصفحة 85. ها هو عندنا النصف الشمالي 21 مارس، راه عندنا فصل الرابع. وماذا؟ وتساوي الليل والنهار. إذا تساوي، حيث تساوي الليل والنهار. نمر 21 يونيو هو أول يوم من فصل ماذا؟ نعم، من 21 يوم من أول فصل الصيف. إلى رجعت الجدول في النصف الشمالي عندنا 21 يوم فصل الصيف، حيث يكون ماذا؟ الليل أقصر من النهار، بحيث لأن فصل الصيف كيكون عندنا النهار اللي طويل والليل اللي كيقصر عكس فصل الشتاء. نمر للسؤال رقم ستة: أكتب صحيح أو خطأ أمام كل عبارة. استعمال الطاقة الشمسية سلوك سلبي.
ده فهو خطأ، بل هو سلوك إيجابي بالنسبة لاستعمال الطاقة الشمسية كتحمينا كتحمينا من من كيف ما قلنا في كتساعدنا على عدم تلوث البيئة، بالتالي فهو سلوك إيجابي. ده خطأ. ينتج تعاقب الليل والنهار عن دوران الأرض حول محورها. نعم صحيح. إذن باش كي وقع تعاقب الليل والنهار قلنا هو سبب دوران الأرض حول محورها. إذن صحيح. تلويت الغابة بالنفايات سلوك إيجابي. خطأ. إذن للوتنا الغابة فهو ليس بسلوك إيجابي بل هو سلوك سلبي. يتغير طول الظل وموضعه بسبب دوران الأرض حول الشمس. صحيح. اللي كيخلي ان الظل كيتغير الطول ديالو والموضع ديالو هو دوران الارض حول الشمس. شكرا والى اللقاء.